السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله، قاعد تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله يا ربي جبت لكم الوصفه اللي طلبتوها مني بزاف بزاف، واللي هي الرايب تاع حليب الشكاره. كيفاش نحولوا حليب الشكاره الى رايب من اروع ما يكون ومن اجود الماركت؟ يجي ثقيل كيما الياغورت وبنين، ومشي حامض ومشي مقطع، يعني يجي قوام واحد، يعني رايب من اروع ما يكون، كيما نقولوا رايب وعليه الكلام. الوغ البنات اللي تحوس تتعلم الرايب، رايب راه غالي بزاف تاع الشكاره، ما يجيش كاع شباب ويدير 6000 و6000 كيما نقولوا، وتاع القرعه الشباب يدير من 10000 وطلع. اذا البنات اليوم جبتها لكم بحليب الشكاره تاع 2005 تاع 500 دورو للشكاره، ديروا زوج شكاير يعني ب 5000 تتحصلي على زوج شوطرو تاع رايب شباب بزاف بزاف بزاف. جربوها ودعوا لي. شاي البنات تبعوا الفيديو نقطه بنقطه ارجوكم هكذا باش تتحصلوا على رايب شباب، رجاء ما تفوتوا حتى نقطه في الفيديو. داكوغ البنات، اذا بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا اول حاجه الحليب الشكاره تاع الحليب، ها هي تجروها عفوا تشروها الصباح، ماشي حتى من تضرب فيها السمش وكاع وتحماض عند مول الحانوت. الصباح الزوج تاعك يخرج على الستة، ولا دائما انا زوجي كي الصباح كي يخرج على الستة هكذا، المهم صباح بك يشري الحليب معاه هكذا. الحليب ما تكونش ضربته الشمس، وهذا اول شرط. يعني اذا كان جبتي الحليب تاعك ديجا ضربته الشمس برا وما كانوش دايرينه في الثلاجه، غادي يجيك الرايب تاعك حامض. داكوغ، كي تعولي باش ديريه ارسلي الزوج تاعك يشريه لك الصباح الحليب يكون جديد، هذا اول شرط. هذا الحليب انا اللي نخدم به تاع الشكاره سلسبيل، دوك نصور لكم المكونات تاعه. اللي تلقى الامير الدير اللي نهضر على اللي يسكنونا في معسكر، واللي ما يسكنوش في معسكر الحليب اللي ما يكونش حامض، من الافضل ما ديروش حليب البقره، يجي شويه فيه النكهه تاع الحموضيه، وكي تراو به تجي فيه واحد النكهه تاع الحموضيه. من الافضل اللي ما يسكنوش في معسكر خيروا الحليب اللي يكون صامط ويكون شويه خفيف. وشيرات بنات معسكر، ننصحكم بسلسبيل، هو المليح في الرايب. جربت الامير يجيني شباب، بصح الذوق شويه يختلف. سلسبيل هو المليح خاطرش الامير تاع البقره، وسلسبيل يجي شويه خفيف. شوفوا لي كومبوزيسيون مكونات تاعه، فيه 15 غرام الماده الدسمه في اللتر، راكو تشوفوا 15 غرام الماده الدسمه في اللتر. هذا بالنسبه صورته بالنسبه للبنات اللي خارج معسكر الولايات الاخرين، خيروا الحليب اللي هذا الاخر تاعه في الماده الدسمه. شوفوا شحال فيه 15 غرام في اللتر، تكون هكذا بالتقريب. يعني ما على باليش الا كان كاع حليب الشكاره كيما هكا، والله ما على بالي، المهم صورت لكم الكومبوزيسيون تاعه. اذا البنات الحليب الحليب تاعك ديريه في طاجين ولا في قدره تكون اينوكس، ماشي شرط اينوكس، المهم ما تكونش تدخل الضوء. شوفوا انا هذه بلاحه تاع الزجاج ما درتهاش، درت هذا البلاع اللي ما يدخلش الضوء. داكوغ، القدره ما تدخلش الضوء والبلاع ما يدخلش الضوء، تقدروا ديروه في لاكوكوت وتخبوه، ولا ديروه في بلاصه مظلمه، بلاكار ولا كويزينيير ولا الكوشه، ولا المهم بلاصه مظلمه. اتونسيون ديروه في السمش، ولا ديروا فيه الخل، ولا ديروا فيه اللي ما ديروا فيه حتى حاجه، ديريه في قدره ولا في حاجه اللي ما دخلش الضوء، وبلعيه بغطا ما يدخلش الضوء، وديريه في بلاصه مظلمه، ما ديريش في السمش، ما ديريش في بلاصه حاميه، ما تحميش، ما تحوسيش كاع على دو التفاهات، خاطرش هادو صوالح هما اللي يحمضوا الحليب. وثاني البنات الحليب تاعك ما تزيدي له والو، ما تزيدي له ني قطره تاع خل ني زوج، ما تزيدي له لا قطره تاع ليم، والو. الحليب الليم والخل يحمضوه سي فري، يروب لك بالخف، يسرع العمليه تاع الترويب، بصح شيا يروب لك حامض، ما يجيكش شباب، ما يجيكش في البنه شباب. وجربوا وشوفوا الفرق اللي بغيتوا تجربوا. اذا البنات قلت لكم الحاجه الاولى الحليب تاعك شريه جديد، ما تخلي ما تجيبيهش ثمن حماض في الزنقه تجيبيه ما يجيكش شباب، جيبي الحليب جديد وروبيه باش يكون حلو وتروبيه في ذيك الحلاوه تاعه، النتيجه تاعك تجيك حلوه. ثاني حاجه ديريه في حاجه سوا كوكوت سوا طاجين به ببلاعه ما يدخلوش الضوء. ثالث حاجه ديريه في مكان مظلم، بلاكار ولا كويزينيير، ولا انا نديره في الكويزينيير ونخليه. اذا هذه هما الشروط تاع الرايب، وتخليه 48 ساعه. 48 ساعه، نعم 48 ساعه البنات تتحصلي على رايب من اروع ما يكون. الوغ انا غادي نخليه هنا في كويزينيير ونعاود نوريه لكم بعد 24 ساعه، يعني بعد ليله كامله، يعني في نفس الوقت اللي درته فيه غادي نوريه لكم فيه تشوفوا النتيجه. اذا البنات هنايا شوفوا بعد مرور 24 ساعه كيما الوقت اللي درته فيه الغدوه من ديك الصباح، شوفوا كي تلاقيته في الظلمه كيما نفس الشروط اللي قلتهم لكم، تلاقوه هكذا عاقد ياغورت قالب واحد كيما كتشوفوا، وديك الشويه تاع الماء تطلع من الفوق. هنا البنات
سي فري يعني راب وثقل بصح الذوق مازال هنا غادي تذوقوه بعد يوم كما قلت لكم 24 ساعه تلقوا باللي صامت تقولوا لي مازال ما رابش ولا ما جانيش مليح نو مازال ما يكمل الرواب الترويب تاعي ولا الرواب ولا ما على باليش. المهم تزيدوا تخلوه 24 ساعه واحده اخرى. تبعوني البنات هنا غادي نعاود نغطيه ونعاود نرده في بلاصته عادي. هنا البنات راه راب وثقل وكاع خاصه غير الذوق تاعي يتعدل. كاينه نقطه الا كان بعد مرور 24 ساعه ذقتيه وصبتي حامض بزاف عرفي باللي الحليب شريتيه قديم. اذا البنات نعاودو ندخله في الكويزينة كما قلت لكم 24 ساعه واحده اخرى. هنا بعد مرور 48 ساعه يزيد يعقد اكثر وهذيك الكتله كما نقولوا تزير اكثر. شوفوا كيفاش. هنا شنو غادي نجيب؟ نجيب فوي ولا موس ولا ملعقه دخلوها كما هاك فيه ما تخلطوش دخلوها هكذا غير باش ندير فتحات باش الماء هذاك يطلع شويه تاع الماء اللي راهي فيه تطلع داكوغ بالفوي ونجي نفرخها ما فيش بزاف الماء على العموم لانه يثقل مليح مليح ويرد جيدا غير هذيك شويه برك يعني نهودها لانه هي تجي فيها شويه حموضيه هذيك الماء يعني وما نفرخهاش كاع يعني خلوه شويه فيه باش ما يجيكمش تاني تقل بزاف بزاف هكذا. شوفوا نقلع غير شويه هذيك الصفرة فقط لانه تجي فيها واحد الريحه وبنه هكذا تاع الحليب. اذا هكذا البنات بعد ما صفيت ديك شويه تاع الماء نجيب الفوي تاعي ونخلط مليح. هنا البنات ضروري تخلطوه بالفوي كون تخلطوه بالملعقه يجيكم شغل مقطع ما يجيكمش كتله واحده وقوام واحد يجيكم سي فري رايب بصح مقطع وهذيك ثاني نتيجه غير مرضيه. سي فري تراو به وتتعبي عليهم بعد في التاليه ما تخلطيش بالفوي يجيك شغل مقطع. ضروري تخلطوه مليح مليح بالفوي هكذا مشي الميكسور البنات ومشي الباتور ومشي الفوي كما راكم تشوفوا تخلطي جيدا واحد 3 دقائق ولا حتى تتحصلي على كتله واحده من الرايب. هذه هي. هنا بعد قلت لكم البنات 48 ساعه يعني جابه لي كما اليوم الصباح روبته الغدوه الصباح طليت عليه مازال الغدوه من ديك المغرب كما نقولوا 48 ساعه دي الصباح. شوفوا البنات كي ولا. انا هنا كنت دايرته لليل يعني الحشا في الليل درت لهم مطعم بالرايب الوغ زدت دخلته فريجيدير وخليته برد في غرضاه وزاد كي كما قلت لكم من يبرد يزيد البنه تاعه يزيد يزيان كما نقولوا الرايب. انا شوفوا البنات القوام تاعه في الاخير شوفوا اللون تاعه يغير شفتوا كيفاه يجي القوام تاعه رائع من اروع ما يكون. هنا البنات انا موجده طعيمه كما قلت لكم درتها لهم للحشا شوفوا كيفاش يجي البنات والله يا البنات شهيدكم في الجنه. جربوه بنفس النقاط اللي قلت لكم عليها يعني ما تغيروا في والو. تبعوني مليح مليح البنات رجاء والحاجه اللي ناكد لكم عليها وهي الاساس تاع الرايب الحليب ما تشريهش قديم داكوغ البنات الحليب شريه جديد من يحطه مولا الحانوت داكوغ. ارسلوا ازواجكم يجيبوه لكم ولا ابائكم ولا اخوانكم يجيبوه لكم الصباح بكري الحليب جديد باش يجيك الرايب تاعك زين. هذو هما النقاط وهذا هو الرايب تاعنا تاع اللي وجدته معكم يعني بدون اضافات حليب فقط وتتحصلي على واحد الرايب ما شاء الله ما شاء الله. غير جربوه ما غاديش تزيدوا تشرو الرايب اطلاقا دوها من عندي. اذا حبيباتي هذا كان الفيديو اللي طلبتوه مني بكثره ان شاء الله تعاونوني بالبارطاج وتعاونوني بالتعليقات وتعاونوني بالجيم. والله يا البنات كي تطلبوني مني حاجه يعني ماشي كما من نديرها انا وحدي كي ندير لكم فيديو وحدي ماشي كما من تطلبوه مني كي تطلبوه مني نبغي نوصلها لكم يعني كما يقولوا الوصفه نوصلها لكم من قلبي ونوصلها لكم نيشان وكي تجربوها تنجحوا وتفرحوا بها. اذا زينات نطلب منكم طلب صغير من اخت لاختها اللي تقدر تبارطاجي الفيديو ماذا بيك تبارطاجيه لي واللي ما تقدرش معليش ديري جيم وخلي تعليق صغير فيه تعليق فيه نصيحه ولا فيه نقد ولا فيه محبه كما تبغي انت وثاني كلمه ما تقدرش معليش. المهم الزينات استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.